يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة حتى 16 من أغسطس الجاري لتسجيل رغباتهم إلكترونيا وفق الحد الأدنى المعلن سلفا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد حتى الآن 50,000 طالب وطالبة.